السلام عليكم الحباب، كيف دايرين؟ نتمنى من كل قلبي تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم الامضره، توحشوني كما توحشتكم غبره هذه، ولكن والله ما لخاطري. المهم هنا طلعت عليكم فيديو جديد وبديتو معكم من الصباح بالفطير ديال الصباح. عرفتوا ديغنييرمون كيعجبني بزاف نقرمل الباغيت ونديرو مع الزبده والكونفيتور وقهوه بارده، يا سلام. والجو زوين هاد الايام، داكشي اش كنفطر صراحه في بالكم بزاف. صافي بدينا الاشغال. اليوم كان عندي البيت ديال الدراري خصو تخمل ونبدل شويه لا ديكوراسيون ديالو. جبت ايوب حطيته هنايا باش يجلس باش يخليني نشقى على خاطري، عطيته هنا كيكتب شي شويه. زالت بما انه انا غبرت وعارفه اليوتيوب ما غيطلعش الفيديوهات ديالي، فغادي نطلبكم ما تنساونيش بلي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم وتشجيعاتكم اكيد قبل ما تنساو الا يخطيكم عليا. مرحبا بنات، كاين شي موتيفاسيون، كاين شي حماس؟ قولوا لي. على ديك الحماس غنبارطاجي معكم ان تري بون بلون اللي والله العظيم ما بغيت حتى وحده فيكم تفلتو على راسها. غادي نبارطاجي معك فرصه عمل اللي كترجع لك واحد الصالير شهري اللي زوين. انا غنخلي لكم هنايا لي صالير ديال البنات اللي بداو غير ديغنييرمون، حيت هذه شركه عالميه يلاه دخلت المغرب، شركه موثوقه بالوريقات ديالها وبكلشي. هاد الشركه هادي علاش قلت لكم ان تري بون بلون؟ حيت كتخدمي كيرجع عليك هادشي بالفلوس، وميم طو راكي كديري فورماسيون في الاي كوميرس. هاد الفورماسيون هادي غراتويتمون اوفرت من الشركه. انا غنخلي لكم لو ليان ديريكت ديال الواتساب ديال مدام امينه، واحد السيده اللي غزاله وانا متاكده ما غادي نغوكومونديها لكم الا وعارفه غتلقاو راحتكم معاها، غتشد بيديكم وتعاونكم في كل شيء، لا من لي فورماسيون اللي كيكونوا بشكل دوري، كيكونوا اجتماعات وكيكون تتبع شخصي. كتبقى معكم مدام امينه بوحدكم، كل وحده بوحديتها، غتشارك معك كل شيء، لا من الفورماسيون ديال الاي كوميرس اللي هي تبارك الله الفيتور والحاليا هي اللي خدامه البيع والشراء في الانترنت. بزاف اللي كيبغيو يبداو الاي كوميرس وما كيعرفوش منين، فهنا جبت لكم فورماسيون وفرصه عمل او ميم طون، ما تفلتوهاش عليكم. كما قلت لكم اللي زوين في هذه الشركه وكذلك انها كتقدم لكم سيت ويب كتصاوبوا لكم ديالكم نتوما، كيكون عندكم ستور ديالكم حتى من التوصيل ولا لا ليفريزون راه الشركه اللي كتكلف به، دونك انت ما كتبرزتي راسك بتا شي حاجه من هذا الشيء. وهذا الشيء بزوينه صراحه هذه الشركه، وهذا الشيء يشجعني نبارطاجيها معكم سورتو مع مدام امينه، حيت كما قلت لكم انا عارفه غتلقاو راحتكم معاها، غتيسر لكم الخدمه، وميم طون انا عارفه غتوصلوا تبارك الله النجاحات معاها، حيت الفريق ديالها من انجح الفرق اللي كاينين حاليا في المغرب. فكما قلت لكم البنات راه ما غاديش تحتاجوا شهاده ولا ديبلوم ولا لغه، هذا الشيء اللي كيعجز بزاف ديال البنات، فما غاديش تحتاجوه نهائيا غير بالانترنت وبهذا التليفون اللي هزه دابا في يديك، تقدري تخدمي به من دارك حدا وليداتك وتدخلي عوائد شهريه كل شهر بمبالغ اللي تبارك الله كتكون طالعه. غير كوني لالا ومولاتي كما كنقول لكم ديما، قدم ما خدمتي اكثر، قدم ما كنتي كابابل، قدم ما كتدخلي دي سالير اللي كتدخليهم بحالك بحال الوحده كاينه في اوروبا. هادشي باش زوين هاد الشركه انها كدير تساوي. فالبنات ما تعكزوش، توكلوا على الله، ديروا الخطوه الاولى وتواصلوا في صندوق الوصف غتلقاو لو ليان ديريكت ديال الواتساب، كليكيو عليه وغيديكم من نيشان غادي تشرح لكم هي كلشي دو ا زد. الله يسر لكم يا ربي ويسهل اموركم. فهنايا جيت كملت البيت ديال الدراري وجيت هنا باش نعلق هذا لو طابلو هذا اللي الله خديته. قولي لي كيفاش جاكم؟ كي جاكم طابلو جديد؟ هذا البنات خدمتو عند اخوازم ديزاين، راه كيديروا لا ليفريزون في المغرب كامل وكيديروا لكم داكشي اللي بغيتو، زعما سواء هكا شي حاجه عصريه. شوفوا خرجت شويه على المعتاد، عجبني هذا الستيل هذا، ماشي هذا هو الفاينل لوك، مازال غنزيد ان شاء الله لي موليور. هاد الكليسه غادي يكونوا لي موليور من تما دايرين على هاد البلاصه كامله، و لو طابلو غيكون مخشي وسط لي موليو. المهم ان شاء الله حتى نلقى شي واحد غيخدمهم ليا كما انا بغيت، وغنبارطاجي معكم الفاينل لوك ديال لي موليو. مي الصراحه زوين لو طابلو، عجبني، خارج على المالوف، على شنو كاين نورمالمون فيه دي ميغوار. انا كنبان لكم اللي غادي يعطيو مساحه اكثر للسيجور. ايوا المهم حتى تقول لي كيفاش جاتكم اللوك، بدلت شويه عمرت داك الحيط اللي كان خاوي كما قلت لكم. اون اتوندون صاوب لي موليو في السيجور كامل في الجلسة ديال الكنابي. هذا مكان هيا مكتك بنات، غنبان لكم حيت بيجامتي ولبست هادي، حيت كنا غادي نخرجوا نتغداو على برا. ملي بنت لكم علقت الطابلو جمعت شويه الصالون
دوز لاسبيراتور وبيت الدراري انا غنبارطاجي معكم حيت مازال ما دوزت ليه لاسبيراتور للزربيه غير دوز تشفيفه كلشي صافي قلنا غادي نخرجوا نتغداو على برا سمحوا لي الساعه ديال الدراري واحد شويه غادي نوصل هذه راه 8 الليل غيبان لكم هنايا راه القضيه مغيمه اليوم ايوا لبسنا على اساس غادي نخرجوا نتغداو على برا في اخر الدقائق كيما شتي غديروا انجلسو نصوبو شي ساندويتش في الدار حيت كان الريح الريح المهم خصكم جبدات عليه واحد النعسه غادي نمشي نكمل الجميع ديال البيت ديال الدراري ونوريكم قبل وبعد وقولي الراي ديالكم وكوزينه غيتبع لي فيها صايب واحد الحاجه اللي غنديها معايا غدا غدا فرحانه كاينه واحد الحاجه زوينه ان شاء الله وغادي نجمع حوايجي انا وايوب كنضرب شويه حتى لا تسمعني زياد غيبقى فيها الحال زياد تكون عندها مدرسه غيبقى مع باباه انا وايوب غدا خصنا نمشيو هادشي خصني نتاه وندير كوتي بالدراري انا نبارطاجي معكم هادشي كامل انتوما معايا توحشتكم والله توحشنا نضرب معاكم نجمع معاكم اليوتيوب الناس كيقول لك تغبري فيها اما اليوتيوب كيبغي الخاطر كيبغي الجهد كيبغي الوقت انا الثلاثه هادو ما كانوش عندي هاد الايام نهائيا خصكم كانت ستريسي بالوقت غير مع الدراري ومع راسي ومع لوغانيزاسيون ديال سميتو داكشي باش فضلت انه نركز على حاجه وحده سي نورمال غادي نركز على حتى شي حاجه ايوا دابا كان انا رجعت نحاول ان شاء الله يا ربي نتمنى انه نكمل نولي نحط لكم غير جوج فيديوهات في السيمانه خير وبركه يا ربي شجعوني بلي لايك والله الا راه لي كومونتير ديالكم هو اللي كيديروا فيا النفس باش نوض خليو لي لي كومونتير ديالكم يلا هانتوما معايا شوفوا هذا معلوم حلو سي ايوب مالنا اش كاين عرفتوا انا كنلبسو تريكو هو كيحيدو علاش كتحيد تريكو هكا شوفوا ثلاث ايام هادي هو السخانة 39 والله الا 39 ما كتفوتوش اش تحيدش هذا سيتو في الهواء دابا تعلمتي لينا كيفاش تحيد تريكو اش نشعل ونوني سد الوليد هذا وراني ما تحيدش تريكو تحيد تريكو صبر فين هو التقاشر حتى التقاشر حيدتيهم السي ايوب اسي ايوب تقاشر فين هو تقاشر اجلس شتو علاش غاب عليكم في يوتيوب علاش غاب عليكم في يوتيوب الجهد ديال البنات الجهد الله يعطيك العافيه ماستر تراك يلا فيما بيزو 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 ماما بيزو ماما بيزو ماما يلا ديري ماما ديري ماما بيزو 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 غادي نخليك ناكلك هو البيت ديال الدراري البنات من بعد ما بدلت كما شفتوا مشاو عضو لويلي الى عقلتو كان هنا رجعتو هكا بالطول كان كيسحب ليا الى رجعتو بالدور غادي يسد ليا الدخله الوغ كان خلى مساحه زوينه باش ان شاء الله وبحول الله من هكا يكبر شويه ايوب راه غادي نحيد هاد لولي وغادي ندير ليه لولي ديالو بحال ديال زياد المهم تقول لي كيفاش جاكم انا كصراحه عجبني ما عرفت تما درت البيرو درت هذيك اللعيبه اللي فيها الالعاب ديالهم وهذا راه كنت حيدته ديته الكوزين وعاود رديته حيت ايوب في وسط الليل دي فوا كيفيق كيهبط من لولي ديالو وكيخرج دي فوا كيعرفتو ما عرفتش كيوقع ليه كيهبط مرعوب ومخلوع وفي الظلام فدرنا ليه هذيك باش ما كيهبطش ودرت ليه حتى واحد الخشيبه هنايا لي مامو قولوا لي حتى نتوما كتعاني من هذا الشيء صافي هذا مكان هنا طوندو يا ربي امتى يلصق هذا الريدور عندي واجد وكل شيء خص غير نلصقو والسيده اللي صايبات ليا بابي بان كومونديت من عندها حتى واحد اللعيبات غنلصقهم هنا دي طابلو هذا مازال ما وجداتهم ليا وصافي تقول لي الراي ديالكم واش كان حسن لولي هكا ولا هكا انا عجبني هكا وهذه هي زعما الطريقه اللي كنت دايره في بالي انني غندير لهم ليلي ايوا هذا مكان بنات قبل ما نبدا الاشغال الشاقه في المطبخ غادي نجي ندير زيوت لشعري تشقيقه لشعري باش من وراها اختي ندخل الدوش ندوش في هكا غدا نمشي 5 5 غادي ندير زيت ليازر لشعري البنات نشقق به شعري مزيان
وندير مساج، والاطراف غادي ندير زيت ارغان باش كي كيرطب ليا شعري من التحت. هادي لي بسيليكون وكنبقى ندير مساج باش كنحركو الدوره الدمويه. عرفتوا واحد لي برودوي كيوليو يخليوني نتسنى غير امتى ندخل ندير ديك ديك التدويش على حقها وطريقه. انا نبارطاجيهم معكم دابا فني. هذا اللي مازال ما خداتو وكتقلب على شي غوماج تكون التكستور ديالو زوينه وما يكونش مزيت. فن فن فن. عرفتوا لي نتو فيه القهوه فيه الشكلاط يمكن ياكو لا فيه الكوكونات وفيه الكوفي كيراتين كوين فيس بودي كير. هنا انا كنديرو غير الجسم ديالي ريحته وشوفوا لي راه التكستور كيفاش دايره تحكي ولا لا. كتاخدي الغوماج وكديريه باش عجبني انه كيخلي واحد ليفي ديال بحال كيرغوي ماشي داك النوع ديال الكوماجات اللي كيبقى كيتحسم في الجسم وكيخصك تعاودي ديري البندوش. انا هكا كندير واخا كيقول لك نورمالمون هذاك الزيت اللي كيخلي راه كي هذا كيضغطي مي انا ما كيعجبنيش. شوف كيفاش كيرغوي جيسبيغ يكون كيبان لكم. عاوتاني كيخلي واحد اللمعه. انا غنخلي لكم لاباج منين شريتو هنايا كتطلع في الشاشه وغنخليها لكم في لابغدانف. راه لابو كتبقى كتبرق. وشوف كيبقى كيرغوي ماشي داك النوع. هانتوما كيبقى كيرغوي ماشي داك النوع اللي كيخلي الزيت وراه. الفرق بين هاد اليد اللي درتو فيها وهاد اليد اللي لا الفرق اختي واضح غير بغيتي تشوفي. شوفوا الفرق شوفوا اليد كي كتولي فيها واحد اللمعه فنه واحد النعومه زوينه. الثمن ديالو راه والله العظيم اللي غتصدموا ثمنه رخيص بزاف. انا غنخلي لكم لاباج في صندوق الوصف ودخلوا باش تسولوا على الاثمنه حيت الاثمنه ما عندهاش فيكس دائما كتنقص فيهم. كل مره كدير دي بروموسيون كنحطهم هنايا في الباني اللي كندير فيها لي برودوي ديالي. هادي هذا جيل دوش فيه الريحه ديال لي بومبو فيه الريحه ديال بوبالو فريمون ريحه فنه ماشي ديك الريحه السكري اللي كضر في الراس. ها هو قبل ما ننسى غنصوروا لكم هذا ضروري تاخذوا العشق العقش واعر هاد الكوماج راه ما عندهاش غير ديال الكوكو والكوفي عندها اشكال اخرين وروايح اخرين دونك غتلقاو عندها بزاف ديال لي برودوي الاسمنه صراحه ا بيتي بري. بالنسبه ديال الكوتي ديال الدراري تغدا البنات غندير لهم هاد المافن على بانان وبيبي دو شوكولا. هادو من احسن لي مافن اللي جربت فريمون كيجيو لذاد 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 ما تخيلوش. من نهار خديت الترموميكس وانا كندير نفس الوصفه فنه. انا غنقول لكم البنات اللي ما عندهمش ترموميكس راه ديجا كنت بارطاجيتها معكم شحال هذا بالتفاصيل. غادي تحتاجوا فيها 100 غرام ديال الشكلاط. هنا غتحتاجوا 150 غرام ديال الدقيق. غادي تحتاجوا ساشي ديال الخميره الحلويات 120 غرام ديال الزبده. انا كندير غير 100 غرام وراه لا علاقه ديال لي مافن بالزبده وبالزيت. بالزبده كيجيو بنان ما نقولش لكم. غتحتاجوا 3 د البيضات 100 غرام ديال السكر وجوج بنانات اللي يكونوا طايبين بحال هكا. بلاتي فين هما ها هما بحال هكا شفتوا بنانات اللي يكونوا طايبين باش كتلقوا ديك الحلاوه ديالهم. ولا هكا مثلا كيبقى لك البنان وكيخسر وهذا خزنيه ديريه في الكونجيلاتور بقيت تصاوبي به مثلا لي سموتي ولا صاوبي به بحال هكا لي كاب كيك كيجيو فنين. وقبيصه ديال الملح ساهله راه نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف صافي. ودابا غادي ندوز غتسخنوا الفران بعدا على 180 درجه عاد تبداو ديروا نتوما ديروا البيض ديروا السكر طحنوا ضربوهم مزيان عاد زيدوا المكونات الاخرين كما كنديروا دائما. بغيت غير نوريكم هنا الشكلاطه البنات كيفاش كيردوا راه ماشي كيكونوا دي بيبيت نيت شويه مطحون شويه هكا دي بيبيت. دونك من الاحسن تاخذوا الشكلاط بحال دابا انا نورمالمون كندير هذاك ديال اقبال ما عنديش اقبال سميتو ياكو المهم اللي كيكون فيه 55% ديال الكاكاو ما عنديش. درت هذا ديال الكالا شفتوا حتى هما في الوصفه كاتبين سواء ديري ديال الكاكاو اللي طالع فيه النسبه ديالو ولا ديري شوكولا ولي ايوا هذا ما كان صافي. دابا غنكمل بغيت نوريكم الشكلاط كي ولا صافي. هانتوما هما وجدوا نوريكم لا تيكستور كيفاش كتولي شفتوا كيجي تقيل هذاك الشكلاط اللي طحنا
غادي نرد هادشي باش يتخلط. كما قلت لكم هادشي راه ماشي بالضروري الثيرموميكس، انا اللي غسلت اللي كنكون متاكده منهم انهم غيصدقوا بلا ثيرموميكس راني كنقول لكم بعينيكم مغمضه جربوهم. كاينين دي غوسيت اللي كيكونوا شويه صعاب حيت هو كيطيب وكيسخنوا داكشي، بحال هادشي راه تخلطوه غير بالباتور الكتريك. فوالا هالكاب كيك كما شفتوا راه كيخرج فريمون، اولا لي مافن كيخرجوا كونتيتي اللي كثيره وبنينه، ماشي زعما غير كاب كيك سميه وصافي. صافي دابا غادي نخليهم يطيبوا واحد 20 دقيقه على 180 درجه. هنا راه كانت شي 12 ولا 11 ديال الليل، والله ما عقلت، كان الجو زوين في البالكون، قلت غادي نخرج والله نوجدها في البالكون. كنوجد لواحد المناسبه اللي تبارك الله متحمسه ليها وما كاين ما احسن من هذه المناسبه هذه. ان شاء الله نبارطاجي معكم كل شيء. كان خاصني نوجد كيلو ديال الصفا، اول مره في حياتي نوجد هذه الكونتيتي هذه كامله. ما كنتش خايفه منها بزاف حيت انا الحمد لله الحمد لله كتصدق ليا الصفا، غنبارطاجيها معكم بالطريقه ديالي اللي كتصدق. هنا بسبستها بالزيت، ضروري تلبسوها مزيان بالزيت باش ما تعجنش ليكم. كنت دايره الماء كيغلي، وفي داك الماء اللي كيغلي درت عويدات ديال القرفه باش كيطلقوا ديك النسيمه ديالهم زوينه. وغادي ندير بحال تقولوا انا فورت نص كيلو في نص كيلو حيت الكسكاس كان عندي صغيور. هما لي كاب كيك كيفاش كيجيو، اولا لي مافن بالبنان والشوكولات كيفاش كيجيو، هادو جربوهم على حسابي غتوليو مدمنين عليهم، حتى وليداتكم غيحمقوهم، كيجيو فن البنات. هانتوما مشقين هكا من الفوق وداك الشوكولا هكا فوندو، فنين فنين، هادو رائعين وكيجيو بنانين. انا دابا غادي معاهم سخان، درتهم في هاد البلايصه كوم كو ان هذا دازت 20 دقيقة. صافي راه انا خرجتهم. هادشي بس زوين الثيرموميكس كيعطيكم الوقت كيعطيكم كلشي مضبوط. بحال دابا 20 دقيقه صافي هي محمرين مشقين من الفوق، دابا هما سخان غادي نغطيهم بهادي باش يبقاو محافظين على ديك الطراوه ديالهم. هنا راني مازال مع الصفا، شوفوا راه عندي الكسكاس صغير هز ليا ماشي حتى نص كيلو كامله، شفتوا حيت هانتوما درت نص ديال الباكيه ما درتهاش كامله. دابا غيخصني ندير جوج تفويره. هنا من بعد التفويره الاولى كنديرها في الصيعه وكنرشها مزيان من الماء، ما تخافوا حتى شي حاجه ما كتعجن ما والو، رشوها بالماء حتى كتغطاو دوك الشعيرات وما تخليوهاش بزاف، غير يبان لكم داك الماء بدا كيبياضو، دوك الوريقات ديال الصفا بداو كيبياضو، غادي تبداو تصفيو وديرو في الكسكاس. انا هذه هي الطريقه ديالي باش كتفور باسرع وقت وميم طون كتجي طايبه وكتجي مفرزه حبه على اختها. كما شفتوا الماء كيولي بيض، عاد كنحيدوها وغادي نردوها تفور التفويره الثانيه تقريبا واحد 15 دقيقه. كدوز 15 دقيقه كنعاود نردها في القصعه وكنكب عليها في التفويره الثالثه. الماء غليان ما تخافوش ما كتعجن ما والو. التفويره الاولى بالزيت، الثانيه بالماء بارد، والثالثه بالماء طايب، راه كتجي زوينه هانتوما، راه كتجي حبه حبه. التفويره الاولى تبارك الله راه وجدات، شفتوا راه ما كتجي لا معجنه لا حتى شي حاجه، تبارك الله كتجي حبه حبه هانتوما ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنايا درت التفويره الثانيه، كبيت عليها دابا الماء بارد، وهذا التقفال هذا هو اللي عطاني واحد مولاتي الحرقه. شوفوا عرفتوا تحرقت واحد الحرقه ما يمكنش، درت لها العسل الحور، درت لها واحد البوماد عندي ديال الحراق. هاد البوماد هي اللي خفات لي شويه داك التوزويز. مهانيه كله يهون على وديت هاد الناس العزاز اللي كنصايب لهم هادشي. دابا صافي غادي نخليها ديال واحد 15 دقيقه، عاد غادي ندير ليها الماء المغليان ونزيد التفويره الثالثه. ايوا صافي صافي راه قربت نسالي، هادي تقريبا 12 ونص ديال الليل. مشى الحال وتابعني الفيق بكري وكلشي، ولكن من الاحسن نخدمها على خاطري وايوب ناعس باش كنعرف راسي شنو كندير. كانت الوحده ديال الليل كنت عاد سالي التفويره الثانيه هي اللي درت فيها الزبيب، عاد نخلط كلشي ودرته في دي طاس هكا، دخلت ضربتها بواحد التدويشه باش نحيد العيا كامل. وغنقول لكم تهلاو ليا فريوسكم، ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير ديالكم. خليتكم على خير، حتى الفيديو المجي ان شاء الله.